إذا كنت ممن تقول أنا أستغفر دائما لكن لا يتغير حالي، لم أرزق وأنا أدعو دائما بالرزق ولا أرزق، تعالي أقول لك كيف تستغفرين بالطريقة الصحيحة كي ترزقين من نعم الله. سلام الله عليكم يا حبيبات المحترمات. اليوم سأتحدث عن طريقة الاستغفار الصحيحة عنا وعزا في من لا يعرف هذه الطريقة كي تستفيدوا منها جميعا. كذلك أدعوكم للاستمتاع معي بالطبيعة لأنها من تصويري. قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل تعلمين بأن موانع الرزق هي أن تبني حاجز بينك وبين رزقك، يكون هذا الحاجز هو عبارة عن الذنب. قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. إذن الحل بسيط، كي أحصل على عفو الله ومغفرته يجب علي أن أزيل هذا الحاجز وسوف يصلك رزقك وتتنعمين فيه. طيب كيف أزيل هذا الحاجز؟ عن طريق الاستغفار والتوبة إلى الله والإقلاع عن هذا الذنب. والاستغفار لا يكون بكثرة العدد بل بحسب قوة الاستغفار في حد ذاته. إذن كيف أقوي استغفاري؟ هل تعلمين بأن قوة الاستغفار تأتي بأمرين اثنين؟ الأمر الأول يمكنك أن تقوي استغفارك عن طريق حضور القلب أثناء الاستغفار. في الكثير من الناس يستغفرون لكن ذهنه مشتت يفكر في شيء آخر، وفي البعض من الناس هو لا يكون ذهنه مشتت، يعني مركز في استغفاره لكنه لا يعرف معاني الاستغفار. وحتى تعرفين معنى المغفرة فإنها تعني حصول أمرين اثنين، الأول وستر الذنب عن الفضيحة والثاني والعفو عن الذنب. وحتى يكون استغفاري مفيد ومقبول عند الله أنا أطبق هذه الأمور في الاستغفار، وكذلك أعمل جلسة استغفار مع الله بعيد عن كل مشتتات الحياة. وأفضل وقت للاستغفار هو في الأسحار في الثلث الأخير من الليل. كذلك عندما أكون أستغفر الله أنا أحسن الظن بالله، ولما أدعو أستعين بأسماء الله الحسنى وصفاته. كذلك يجب أن أكون على يقين بالإجابة وبأن وعد الله حق وأن الله سيرزقني بإذنه تعالى. كذلك عند دعائي يجب أن أكون على يقين بأن الله أعلم بما ينفعني ويناسبني أحسن مني، وإن منع عني ذلك الشيء فلحكمة منه وحده من يعلم. قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن صيغ الاستغفار التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، سورة آل عمران الآية 147. كذلك قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من سورة آل عمران الآية رقم 16. كذلك قوله تعالى وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سورة المؤمنين الآية 118. كذلك يوجد سيد الاستغفار وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بعزتك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك في صيغة للاستغفار من السنة النبوية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو تستغفرين بصيغة بسيطة أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اغفر لي ذنوبي ما علمت منها وما لم أعلم، لأن في ذنوب
نحن لا نعلم لهذا نقول اللهم اغفر لي ذنوبي ما علمت منها وما لم أعلم. في النهاية أتمنى أن أكون قد أفدتك بهذه المعلومات، ولا تيأسي من رحمة الله لأن رحمة الله وسعت كل شيء. وتذكري بأنه كلما زاد قربنا من الله كلما زاد قربه منا، وما أجمل الخلوة والحديث مع الله. إذا عرفت كيف تطبقين هذه الطريقة فإنك ستشعرين بصفاء للذهن وكذلك النفس والروح، وستشعرين كذلك براحة نفسية ونور ينبعث من داخلك وفرحة لا مثيل لها. جربي هذه الطريقة. في النهاية أقول لك دمتي متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.